كنعرفوا بان احنا اطباء الاسنان احنا هما التخصص الاول اللي كان في الواجهه مع كورونا، يعني اننا كنشتغلوا مباشره مع الافهم ديال المرضى، وبالتالي كان هناك تفشي الوباء بطريقه اللعاب. حاليا خرج الواجهه واحد لاسوش جديده اللي كتنتشر بواحد السرعه كبيره طبقا للمعطيات الجديده ديال الابحاث العلميه اللي صدرت على المنظمه العامه للصحه. كتقول بانه هذا المتحور الجديد كينتشر 1000 مره بارابور المرض الاول، وبالتالي ولينا كنشوفوا بان هناك اعداد كبيره ديال الناس اللي كت تقيسها هذا المتحور الجديد، حيث اننا كنشوفوا الاعداد ديال الناس اللي كونطاميني ولا كيوصل حتى 9000، وهذا كيدل على انه هناك حاله طارئه، وهذا الشيء ما كيبشرش بالخير. وبالتالي حنايا كاطباء الاسنان وكنقابه الدار البيضاء الكبرى كننصحوا الناس انهم ياخذوا الاحتياطات اللازمه للتباعد، وياخذوا الحيطه والحذر، لان هذا الشيء ما بقاش فيه اللعب. اولا، ثانيا، حنا كاطباء الاسنان خصنا ولا بد نرجعوا للاحترازات اللازمه الاولى، كانه يلا بدا كيتفشى الوباء، يعني خصنا ننتقلوا للمرحله ديال الخطر، خصنا نشوفوا لي باسيون، نديروا تباعد في لي سال داتونت، نديروا لاستيريزاسيون، نديروا المسائل الوقائيه، لي غون، لي ماسك اي تو سكيلفو. هذا من جهه. من جهه اخرى كنظن انه كانت هناك واحد التسريبات ديال بعض الفيديو، بعض الاوديوات والفيديوهات وبعض لي كومونتير من ناس في السوشيال ميديا كتقول بانه كاين هناك تداعيات ومضاعفات عند الناس اللي تلقحوا وخداو الجرعه الثانيه من اللقاح، يعني انهم الوقت ممنوع عليهم انهم يديروا المخدر، يا اما المخدر لوكال يعني جهوي او عام بالنسبه للانستيزي جينيرال. ونظرا وبحكم انه الناس بدات كتر بهذه الاشاعات، كان لازم علينا حنايا اننا نخرجوا الواجهه ونشرحوا للعموم بانه ليس هناك اي صحه لهذه الاخبار اللي كتروج عند اطباء الاسنان وعند اطباء العامين وعند العامه، يعني انه الابحاث الى يومنا هذا، الابحاث اللي تعملات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، ما كاينش شي بحث اللي كيأكد بانه كاين تداعيات او مضاعفات للانسان اللي غيجي ياخذ المخدر. وبالتالي المخدر اللوكال يعني في المنطقه في بلاصه محدوده او على الصعيد جينيرال، يعني الناس اللي عندهم عمليات ولا عندهم اي سوان واي حاجه غيديروها عند طبيب الاسنان او عند الطب الجراحه، ما كاين حتى شي داعيات وما عندهمش علاش يتخوفوا. حاجه اخرى بغيت ناكد عليها بانه كاين كيف ما كاين اشاعات كتقول بانه كاين تداعيات ديال البنج مع الفاكسان ديال الكوفيد، كاين هناك اطباء متخصصين في علم الجينات وفي علم البكتيريا وعلم اللقاحات، خرجوا بديزوديو اي دي فيديو كياكدوا بانه ما كاين حتى شي لا داعيه للقلق، وما كاينش شي مساله اللي كتاكد اننا حنايا كاين مضاعفات بالنسبه للبنج. وبحكم اننا حنايا على صعيد الدار البيضاء الكبرى وعلى الصعيد الوطني، راه من دابا راه عام وشي وثلاث شهور عام وربع شهور، حنا كنخدموا المرضى ديالنا، كنستقبلوا المرضى ديالنا، كنستعملوا المخدر لوكال، كنستعملوا جميع اشكال المخدرات، المخدر البنج، جميع البنج بالنسبه للمرضى، وكاين المرضى كاع المرضى اللي عندهم امراض مزمنه، مرض القلب، مرض السكر، الناس اللي عندهم امراض صعيبه مستعصيه، وعندنا ملزوم اننا نخدموا اليوم، راه كنخدموا اليوم بطريقه عاديه، كناخذوا الاحترازات اللازمه اللي مولفين كنشتغلوا بها،
كنديروا ما عمرنا ما كان عندنا شي تاع المضاعفات، لا عندي انا لا عند الاطباء اسنان على الصعيد الدار البيضاء، لان لو كانت هناك مضاعفات احنا على الصعيد الوطن على الصعيد النقابه او لا على الصعيد الهيئه كون كانت شي مضاعفات كان غتكون عندنا ان فيدباك نيجاتيف، الناس غادي يبداو يهضروا وغادي يقولوا بانه راه كاين مضاعفات، وغادي يكون هذوك الناس اللي داتهم مضاعفات غيمشيو للسبيطارات لي زوبيتو غيقولوا راه وقع لينا وقع لينا الا وقف ما عليم انه عام وحنا خدامين ما كعمرنا ما سمعنا شي حد كيقول لك انا ضرني البنج او لا ضرني البنج، بالعكس الناس كتجي كتاخذ الادويه كيخدم الطبيب البنج ديالو امور كتمشي في امان الله وحفظه، وكاين ارتياح حتى بالنسبه للمرضى مع الاطباء الاسنان. يعني هاد الاشاعات لا داعي لها، وحنا ما كرهناش انه تكون خروج رسمي، خروج رسمي لان هذا الخروج ديالنا حنايا على صعيد نقابه الدار البيضاء وعلى صعيد الوطني، ولكن ما كرهناش انه يخرج يكون واحد الخروج رسمي لوزاره الصحه باش 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 تفند هاد الادعاءات هادو، باش ما يبقاش، لانه الا مشات هاد الادعاءات بدات دابا باطباء الاسنان من بعد ما نساوش بان راه البنج اللي كيديروا طبيب الاسنان راه هو البنج اللي كيدير الطبيب السبيسياليست اللي كيدير الكارديولوجي اللي كيفتح القلب اللي كيفتح المراره اللي كيفتح الدماغ اللي كيفتح اليد، الناس اللي كيجيو مهرسين وراه بزمنهم خصهم يديروا التخدير. يعني لا ما نديروش ديك ما نبقاوش ساكتين على هذه المساله تتولي لافي دو بول دو ناج، يعني بدات باطباء الاسنان من بعد غادي تكبر شي شويه والناس غيتيقوها وغنوصلوا بانه ميم الاطباء الجراحين ما غيبقاوش يلقاو الناس اللي يجيو عندهم، الناس غادي يبداو يتخلعوا يقول لك انا راجل كبير درت الفاكسان الاول والثاني الا مشي دار لي المخدر العائل جينيرال غادي يبقى عليا تداعيات، يعني خصنا نحبسوا هاد المساله.